محافظة حج أيضا تتواصل اللقاءات التنظيمية الموسعة التي تقيمها فروع المؤتمر الشعبي العام على مستوى المديريات، وذلك للحشد والمشاركة في 24 من أغسطس. بكل فخر وشموخ بادل هؤلاء المؤتمريون حزبهم المؤتمر الشعبي العام وقيادته الوفاء بالوفاء، مواصلين السير في مشوار حزبهم التنظيمي ونهجه الميثاقية، وفي إطار الاستعداد والاحتفاء بالذكرى 35 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، عقدت قيادة فرع المؤتمر بالمحافظة مع قيادات فروع المؤتمر بمديريات حجة، مبين، شرس، لقاء تنظيميا موسعا. نيابة عن إخواني رؤساء الهيئات الإدارية وأعضاء الهيئات الإدارية وأعضاء المؤتمر الشعبي العام بفروع المديريات، أقولها إننا بإذن الله سنظل نرفع رأس حجة في ميادين الصمود، وسنكون المحافظة الذهبية في الحضور مثل ما كنا المحافظة الذهبية في الانتخابات. الاجتماع التنظيمي الموسع الذي ضم قيادات 4 مديريات بالمحافظة أكد أهمية المشاركة في 24 من الشهر الجاري بميدان 70 في العاصمة صنعاء، إذ تجسد هذه المشاركة الوحدة اليمنية والحكم المحلي الذي حافظ على تماسك الدولة في ظل الأزمات التي مرت بها البلاد. نحن سعداء أن نكون معكم في هذه اللقاء التشاوري، وذلك للإعداد والتحضير للمهرجان الكبير الذي سيقام في صنعاء بمناسبة الذكرى 35 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام. هذه الذكرى الغالية على قلوبنا، علينا أن نعد لها الإعداد الجيد للحضور والمشاركة الفعالة في ذلك اليوم. قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة التي نقلت لكل مؤتمري من أبناء المحافظة تحيات قيادتها الحكيمة وزعيم حزبها التنظيمي الرائد وباني نهضة اليمن الحديث الزعيم علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الأسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام، مؤكدة على الجميع شحذ الهمم وتضافر الجهود في المشاركة الفاعلة. باسمي واسم قيادة المؤتمر أنقل إليكم تحيات الزعيم علي عبد الله صالح الرئيس الأسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام الذي حقق لليمن الأمن والأمان والوحدة وشيد البناء في مجال التنمية منذ توليه السلطة. كلنا أمل فيكم يا أبناء المؤتمر وأبطال المؤتمر الشجعان الحضور الفاعل لهذه المناسبة. التمسك بالثوابت الوطنية والإيمان بمبدأ التسامح والوسطية والاعتدال لدى الكوادر المؤتمرية قيادة وقواعد وأعضاء يجسد بأن المؤتمر الشعبي العام رمز الصمود والتضحية في الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره. من مدينة حجة، مصطفى سنان، اليمن اليوم.